مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. السلام عليكم، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45 سنة، وزني 115، بعاني من بعض المشاكل في السمنة، وقررت ان انا اعمل عملية. وبصراحة شفت الدكتور كريم في كذا قناة فضائية، وقررت ان انا اتعامل معاه لانه لقيته عامل حملة انه قرر ان هو يعالج فيها مرض السمنة والسكر، فقلت تمام اما اتفاعل معهم وشوف الدنيا ايه هتروح بينا غاية فيه. فالدكتور رحب بيا وقال لي اهلا وسهلا بيكي وتشرفينا وتعالي، انا عايزه اعمل عمليه تكميم المعده مع الدكتور كريم صبري عشان ابقى راضيه عن نفسي وعن شكلي، وتعالوا شاركونا العمليه ونشوفوا بعد العمليه بقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. مدام صابرين 115 كيلو، احنا هنعمل لها تكميم معده ان شاء الله، تكميم معده بالمنظار. عمليه تكميم المعده او تحويل المسار او التحويل مع تكميم اساسي او تحويل مسار الاثنى عشر هي كلها عمليات الهدف منها انقاص الوزن. الحقيقه طبعا احنا يعني لابد من تفصيل العمليه على حسب متطلبات المريض بعد اخذ التاريخ المرضي وتاريخ التغذيه، واذا كان في علاجات يعني بناخدها، والسن حتى كمان. كل دي عوامل احنا بنعتمد عليها في تفصيل العملية على المريض المناسب، لأن كل العمليات ما تنفعش لكل المرضى ولا كل المرضى ينفع لهم كل العمليات. حقيقة طبعا عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة في إجراها، عملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة بعد العملية، بنحرك بعد ساعتين، بنشرب بعد 6 ساعات. الريهابليتيشن أو عادتنا للعمل بعد العملية، بنقعد يوم في البيت بعد العملية وبننزل شغلنا عادي. نزول الوزن ان شاء الله نزول مؤكد، ويعني نزول صحي سليم، وان شاء الله نطمنكم على مدام صابرين بعد العمليه ان شاء الله. دي طبعا المعده اللي احنا بنفصلها عن مجموعه الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوته من عيان لعيان حسب الاوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي، Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هرمستيز، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط الشاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، الدباسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي
بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45، قررت إن أخلص من السمنة، ساعدني الدكتور كريم صبري وقدم لي العون وخدني من ضمن الحالات وعمل لي العملية، وكنت خايفة برضو زيكم زي أي حد تاني بيخاف، لكن لقيت الحكاية جميلة جميلة ما فيهاش أي حاجة، كل ما عليكي بس إن أنت يا دوبك تستفيقي من البنت. فقت وتمشيت على طول ومارست حياتي العادية بعد 3 ساعات، وديني قاعدة معاكم وبشرككم في اللي حصل لي مع الدكتور كريم، وبشكر كثيرا كثيرا الدكتور كريم والطاقم اللي معاه كله وطاقم التمريض وطاقم التسويق وكل كل كل حاجه. شكرا جزيلا للدكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم، اطمنكم على مدام صابرين، هي عملت الحمد لله العمليه بالسلامه، عملت عمليه تكميم المعده، الهدف منها انقاص الوزن. عمليه تكميم المعده زي ما قلنا عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، ما بعد العمليه الحمد لله الافاقه كويسه جدا، الريهابيليتيشن او الاعاده للنشاط الطبيعي خلال وقت قصير جدا، الخروج في المستشفى يمكن في خلال 12 ساعه ما بعد العمليه. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات انقاص الوزن سواء التكميم او التحويل او التكميم مع التحويل او العمليه اللي هي السيدس اللي هي تكميم تحويل مسار الاثنى عشر، هي كلها من العمليات الهادفه الى انقاص الوزن، كلها عمليات آمنة، كلها عمليات يعني مفيدة جدا في انقاص الوزن وعلاج بعض الأمراض الأخرى بنسبة شفاء قد تصل إلى 100% في السكر وخصوصا السكر من النوع الثاني. نسبة الأمان عالية جدا لأن طبعا احنا بنستخدم يمكن أعلى الحاجات في كل حاجة، مناظير هاي ديفينيشن، يمكن مستهلكات أمريكية بالنسبة للدباسات أو المستهلكات الطبية. أطقم طبية طبعا يمكن زي ما شفنا النهاردة دكاتره التخدير على اعلى مستوى، المستشفيات لازم تكون مجهزه على اعلى كفاءه يعني لاستقبال حالات السمنه المفرطه. يعني فان شاء الله هنطمنكم على بقيه الحالات والعمليات. يمكن عايز اوصل ان ما حدش تاخر فيها فعلا لان العمليات طبعا بتحل مشاكل قد تكون اجتماعيه، السمنه بتسبب مشاكل اجتماعيه كبيره جدا، بتسبب مشاكل صحيه كتيره جدا، بتسبب مشاكل يمكن في على مستوى العمل نفسه او الوظائف نفسها. فعمليات السمنة هي حلول آمنة لعلاج السمنة المفرطة والأمراض المصاحبة لذلك. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. الخير على العيون مشاهدين اتغير مع يومنا، حلقة جديدة وعندنا النهاردة فقرتين. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن تقنية انتشرت بشكل كبير جدا، حققت نجاح عظيم، ولو اتعملت بشكل كويس بتبقى نتائجها مؤكدة وهائلة جدا، وهي تقنية زراعة الشعر. من أهم، أنا بشوفها من أهم عمليات التجميل الموجودة حاليا على الساحة،
في أماكن محترمة جدا بتجري عملية زراعة الشعر، وبالتحديد اللي هيكون معنا النهاردة وهي عيادات جولد تخصصية. الحقيقة حالاتها بتتحدث عن نفسها، محققة نجاحات حلوة جدا، نتائج مبهرة، يمكن تفوقت على أماكن كتير جدا بره مصر بتعمل العمليات دي من زمان، نجحت في وقت قصير قوي. هنتكلم النهارده عن تقنيات زراعه الشعر، وهنعرف هي ازاي بتتعمل وبتصلح لمين. مع ضيفنا العزيز اللي معانا في فقرتنا الاولى، دكتور هشام شعبان، استشاري تجميل الوجه والانف في عيادات جولد التخصصيه. اهلا يا دكتور هشام. اهلا بيك. الحقيقه انتوا حققتوا انتشار كبير في فتره بسيطه، نجاحاتكم بتتكلم عنكم، نتائجكم في زراعة الشعر هايلة ومبهرة يا دكتور هشام. يمكن أبهرتني أنا شخصيا مع ناس كتير كنت أعرفهم، اتفاجئت إن هم عاملين زراعة شعر عندكم. لا إيه الجمال ده يعني، إيه وإيه الطبيعية دي؟ كلمني شوية عن موضوع زراعة الشعر وإزاي قدرتوا تحققوا النجاح ده في وقت قليل. هو احنا في عيادات جولد بدأنا عمليات زراعة الشعر من مدة طويلة جدا. بدأت تتطور معانا بتطور الطبيعي في عمليات زراعة الشعر زي الستريب، وبعد كده دخلنا في أحدث تقنية اللي هي الفلوكلوريت اكستراكشن. النتائج بتاعتنا بدأت تتحسن أكتر بأكتر، وبدأنا ندي نتائج حلوة قوي لما بدأنا نشوف إيه اللي بيرضي العيان. بدأنا نحاول نعمل قد ما نقدر الـ المتطلبات بتاعته. يعني في واحد يجي يقولك مثلا أنا عاوز شعري مثلا زي صورة قديمة، تمام، احنا صورته بيجيب لنا صورته القديمة ونشوفها. فده احنا بنحاول على قد ما نقدر في حدود الإمكانيات الطبية اللي مسموح بيها ان احنا نعمل له الشكل اللي هو عاوزه ده. بدأنا نهتم اكتر بالدايركشن بتاع الشعرة، بحيث ان انا ادي الناتشرال لوك، ان انا اتجاه الشعراية بالظبط، بحيث ان ما حدش يعرف ان العيان ده زارع شعر. مزبوط. هي الفكرة كلها ان ده الزارع شعر ده عاوز يعمل زراعة شعر طبيعي، وفي نفس الوقت محدش يعرف ان هو عامل زراعة شعر. يعني هو عاوز الغريب يشوف ان هو شخص طبيعي جدا، صحيح، بشعره طبيعي، مش عامل زراعة، مش عامل اي عمليات قبل كده يعني. فاحنا في عيادات جولد بنهتم قوي بالناتشرال لوك، الشكل الطبيعي لعملية زراعة الشعر. وهو ده اللي مميزنا فعلا عن اماكن كتيرة، ان احنا بندي الشكل الطبيعي بحيث ان ما يبقاش اللي عامل عمليه زراعه شعر حاسس ان في عنده مشكله، ان هو عمل حاجه كل الناس بتبص عليها. لا، احنا عاملين عمليه ما حدش يقدر يعرف ان انت عامل زراعه شعر ولا لا. برغم من كده النتائج بتبقى هايله، ويمكن احنا هنشوف صور معانا دلوقتي، يا ريت لو الصور جاهزه معانا هنشوف النتائج على مدار. هو الموضوع كله بيستغرق ساعات يمكن قليله قوي تطلع بالنتيجه اللي احنا يمكن شايفين معانا صور اهو. ده استاذ سايد كان معانا طبعا في حلقات سابقه. انت لو تفتكري طبعا انت اللي كنت الحلقات دي بدانا نزعها معاكي. أيوة. في برنامج تغير مع يومنا من مده، وبدانا نشوف التطور اللي حصل مع الاستاذ سيد في عمليه الزراعه وبعد العمليه. دلوقتي احنا جايبين لك صوره بعد مرور 4 شهور من عملية زراعة الشعر. 4 شهور بس. شوفي الفرق ما بين الصورة الأولانية والصورة الأخيرة، بقى شكله عامل إزاي؟ لا، فرق هايل، فرق هايل. تحس إن هو شخص اتغير تماما. صحيح. يعني كان هنا سنه ممكن يدي 40 سنة، هنا بيدي في العشرينات يعني. صح. فده فعلا شكله اتغير كومبليتلي عن ما كنت شايفاه في أول صورة. وده بعد 4 شهور بس. المفروض النتيجة النهائية الواحد بيحصل عليها بعد مدة. احنا هنشوف النتيجة النهائية في خلال كمان 4 شهور، يعني بنتكلم في 8 شهور. 8 شهور يعني هيتقل عن كده، هيطول عن كده، هيبقى حاجه تانية خالص غير كده كمان. طبعا هو دي المرحله اللي في النص، احنا شايفين المرحله الاولى اهي اللي هو من غير شعر خالص فيها. دي المرحله اللي احنا شايفينها، دي المرحله اللي في النص. لسه بقى في مرحله كمان الشعر هيزيد فيها وهيتقل قد كده مرتين كمان. انا عايز اقول لك ان الصوره اللي هي على الشمال دي اللي هي بعد 4 شهور، الشعر دلوقتي بقى له شهر واحد بيطلع. يعني احنا دايما بنقول ان عمليه زراعه الشعر بيحصل تساقط للشعر بعد شهر من الزراعه، ويقعد في مرحله خمول لمده 3 شهور، وبعد كده يبتدي ينمو مره تانية من الشهر الرابع. فاللي احنا شايفينه ده الشعر تقريبا بقاله شهر واحد بس، وشوفي شكله عامل ازاي. لما نوصل لمده 8 شهور هتلاقي الوضع اختلف تماما كمان، يعني هيبقى ضعف اللي موجود كمان دلوقتي، ويمكن اكتر كمان. زي فين اللي وروني كده. شايفين يا جماعه، شايفين الفرق؟ دي 8 شهور بقى. شوفي الفرق ما بين الصورة الأولانية والصورة الأخيرة كبير جدا، يعني تحس إنه شخص تاني تماما. أنا جبت لكم الصورة اللي في النص ديت عشان أوريكي إن بيبقى فيه فراغات. أيوه. ده بعد 5 شهور من عملية الزراعة، يعني الشعر بقاله شهرين بس بيطلع. عشان برضو نوري إن ده بيمر بمراحل متعددة.
في النص ديت في فراغات، لما وصلنا لمده 8 شهور ما عادش في فراغات تقريبا، يعني ما فيش فراغات. انا عايزه تكلمني عن المراحل، يعني انتوا الاول هو بيجي لك بالشكل اللي احنا شايفينه في الصوره ده قبل ما نعمل عمليه وقبل ما نعمل اي حاجه. بتزرع له شعر، بيبدا الشعر في خلال 3 شهور ايه اللي يحصل له؟ لا، بعد شهر من الزراعه بيبتدي يحصل تساقط للشعر اللي احنا زرعناه. اوكي، بس مش البصيلات اللي بتحصل لها تساقط. المنطقه الشعر اللي هي بره الفروه الراس اللي هي البصيله موجود. البصيله موجوده في مكانها. وبعد كده بيقعد في فتره كمون في تقريبا 3 شهور كمان ما يحصلش نمو. ويبتدي ينمو من الشهر الرابع. اوكي، يفضل ينمو بقى لمده لغايه ما يوصل 8 شهور بنشوف النتيجه النهائيه. وده كمان حاله اهي، ده ما شاء الله برضو ده اتغير تماما. وشوفي كان الفرق هنا، تحس ان هو راجل كبير، سنه كبير في السن. على اقصى اليسار اللي هي الصوره ان هو بعد 6 شهور لا بقى واحد تاني طبيعي جدا. لا، ده زرع له شعر وجنابه بتاع، يعني انتوا كله كل حاجه. والصوره اللي في النص دي المنطقه كامله اللي اتزرعت. ولسه في مرحله كمان، المنطقه الخلفيه كمان دي اللي لسه هنعملها بعد مرور سنه من عمليه الزراعه الاولانيه. دي يا جماعه نتيجه زراعه الشعر في عيادات جولد في مصر، مش بره مصر، في مصر الكلام ده بيحصل للناس الكتير اللي عاوزه تزرع شعر ومش عارفه تروح فين او متردده او يعني. اهو نتائج زي ما انتم شايفين اهو، مفيش احلى من كده ومفيش احسن من كده. بخلاف كده كمان الميزه اللي عندكم ان انتم بتتابعوا العيان بالظبط، يعني معاه خطوه بخطوه في كل التفاصيل. انا عايز اقول لك ان عيان زراعه الشعر بيبقى عيان عنده شك دايما. هو بعد ما عمل العمليه حاسس ان هو قاعد في العمليه مده، هو خايف على الشعر ده، فبيحصل كل شويه ان هو بيبص في المرايه يشوف هل الشعر بينمو ولا لا، هل حصل تساقط ولا لا. فهو مهما احنا قلنا له ان احنا هيحصل تساقط في الشعر اللي اتزرع ده وهيحصل تكوين قشره والحاجات دي كلها، برضه بيشك برضه لما يلاقي فعلا بيحصل تساقط للشعر. فاحنا بنعمله الدعم الكامل، حتى بيتصل بينا في اي وقت بنقول له ده طبيعي جدا، ده اللي احنا قلناه لك في الاول، الشعر هيقعد مده ما يطولش، ده طبيعي جدا، كل شهر هتجيلنا تعمل جلسه حقن بلازما عشان نحسن من نمو الشعر ونسرعه. فده احنا المتابعه دي بنعملها على طول مع كل العيانين بتوعنا. بنفهمه دايما اللي هيحصل، بنفهمه السيكونس عشان ما يبقاش عنده شك في اي حاجه بعد كده. طب ده حلو جدا، وعايزين ناكد انه ده شعر طبيعي من الشخص نفسه. بالظبط، صح كده، بالظبط، ده شعر طبيعي. عشان كده احنا دايما بنقولها هي عمليه زراعه شعر طبيعي مش عمليه زراعه وخلاص. لان في ناس متخيله ان انا ممكن اجيب شعر من واحد تاني وازرعه للشخص. لا طبعا ده مش حقيقي. ممكن اجيب مواد تركيبيه او مركبه او الياف او كده وازرعها، في حاجات بتتعمل كده بس دي مش طبيعيه، دي حاجات صناعيه ويبقى لها مشاكلها واضرارها كتير قوي، غير طبعا عمليه زراعه الشعر الطبيعي اللي هو شعرك احنا بتاعك. احنا دايما عاوزين نقول للناس انه الموضوع بيبقى ازاي. اي حد في الدنيا المنطقه اللي ورا دي ما يعني ما بيفقدش فيها الشعر، دي دايما منطقه بيبقى الشعر قوية موجود فيها، المنطقه القويه اللي هي الخلفيه دي، سواء عند الرجال او عند السيدات. دي المنطقه اللي بيتاخد منها الشعر اللي بيتزرع. بالظبط، دي اسمها المنطقه المنحه، اللي بالزبط. كل ما زادت مساحه المنطقه المنحه ده بيديني فرصه اكتر ان انا اعمل بصيلات اكتر وعدد شعرات اكتر. انتوا في الغالب بتزرعوا كم شعرايه؟ احنا دايما بنتكلم من 6 ل 7000 شعره في الحالات المتوسطه في المره الواحده. في المره الواحده، وممكن العمليه تتكرر اكتر من ممكن مره. ممكن نعمل جلسه ثانيه بعد سنه. طيب حلو جدا. احنا معانا دلوقتي تقرير لحاله استاذ سيد، هنفكر الناس بالمراحل بقى اللي مر بيها استاذ سيد، ويمكن معانا حاجات من حلقات سابقه. يا جماعه في حلقات سابقه معانا او حاجه؟ طيب هنشوف الحلقات السابقه نفكر الناس بيها ونفكر الناس بحاله استاذ سيد ونرجع نكمل كلام. اتفضل. سعيد للعمليه، انا عرفت ان هو هيعملها بكره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هو الاستاذ سيد جالنا وكان هو يعني متردد في موضوع الزراعه، احنا لما اتكلمنا معاه وشاف النتائج بتاعتنا، احنا هنبتدي النهارده ان احنا هنخطط المنطقه اللي احنا هنزرعها. هنخش يوم العمليه ان شاء الله بكره، هنصور كل الخطوات بتاعه العمليه، بعد العمليه هنظهر الشكل هيبقى عامل ازاي. ونمشي معاه مرحله مرحله. هو الاول ساعه العمليه احنا بنحلق شعر بدرجه زيرو، بنبتدي نخطط زي ما انا هوريكي دلوقتي. هو احنا دلوقتي بنبص على خط الشعر الاساسي بتاع الراس، يعني انا شايف ان الشعر بدايته من هنا، هنزرع المنطقه الاماميه ديت، دي ما فيهاش شعر خالص، هنتقل المنطقه الخلفيه ديت، في بعض الجناب برضو هنا ديت هنبتدي برضو نزود لها الكثافه بتاعتها، والمنطقه دي برضو هنزود الكثافه فيها، وان شاء الله هيبقى راضي بالنتيجه كويسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في المرحلة الاولى من عملية زراعة الشعر للأستاذ سيد. احنا بنحدد المنطقة المراد زراعتها، بنبقى احنا شفنا له صور قديمة عشان نشوف توزيع الشعر كان شكله عامل ازاي في الصور القديمة بتاعته، وبنرسم المنطقة اللي احنا المراد زراعتها، وان شاء الله نبتدي الزراعة على طول دلوقتي. حاليا في مرحلة الاقتطاف، المرحلة اللي احنا بنختار فيها البصيلات ونبتدي نعمل لها اكستراكشن، يعني بنطلعها من مكانها، وبعد كده بناخد البصيلات ديت بنحطها في السائل المغذي بتاعها، وبعد كده بنختار بنعملها عملية تنظيف، وبنختار منها احسن البصيلات اللي تنفع للزراعة عشان نبتدي في المرحلة الأخيرة بعد كده ان احنا نحطها في مكانها ونعملها امبلانتيشن. بعد كده بنحط ضمادة، وبعد 3 ايام بنبتدي نفك الضمادة ديت ونعمل تنظيف للمكان اللي احنا زرعنا فيه، وكده تكون انتهت العملية. اهلا بيك يا استاذ سيد، الحمد لله على السلامة. ربنا يخلي حضرتك ويرزقك. قولي ايه الاخبار من ساعة ما دخلت المركز الطبي عيادات جولد الخاصة بزراعة الشعر لحد دلوقتي، ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل كان كويس جدا جدا. انا كنت رايح، يعني مش هضحك عليك، قلقان. انا فاكر ان انا داخل عملية فحاسس ان انا قلقان. دخلت بصراحه الناس في الريسبشن استقبلوني استقبال كويس جدا، وصلوني للدكتور هشام. الناس بصراحه شرحوا لي هعمل ايه بالظبط فروم اي تو زي، انا يعني كل حاجه بالظبط شرحوها لي، طمنوني جدا. هي العمليه بتتم في المركز؟ بتتم في المركز. مظبوط. السيد انت كنت صاحي؟ يعني ما كانش في يعني تخدير كلي ولا اي خالص. حاجه، بس التخدير كان جزئي، يعني موضعي. بالظبط بالظبط، تخدير موضعي كان. حتى قد ايه تقريبا في العمليه؟ كم ساعة؟ أخذنا 8 ساعات. 8 ساعات؟ 8 ساعات. ثالث يوم بعد العملية، أنا عاوز أعرف الإحساس بيكون إزاي؟ ما كانش في أي حاجة، أنا يعني تاني يوم الخميس. هو ثالث يوم النهاردة. أنا ثالث يوم. عايز أقول لك، أنا بالنسبة لي تاني يوم كان الخميس، نزلت خرجت مع أصحابي وما كانش عندي أي مشكلة خالص. دلوقتي في المرحلة اللي إحنا بنستخدم فيها الشامبو المطهر عشان ننظف فروه الراس، هي الفكره كلها ان عشان ما يتكونش اي قشور او يحصل اي التهابات. احنا كده خلاص نظفنا فروه الراس كويس قوي، والمكان اللي احنا خدنا منه والمكان اللي احنا زرعنا فيه، ونبتدي بقى الغسيل. وبكده يبقى احنا خلصنا اخر مرحله من مراحل عمليه زراعه الشعر للاستاذ سيد، اللي احنا فيها شلنا الرباط اللي احنا كنا حاطينه. طبعا شيل الرباط ده بيتم بعد 3 ايام، بنغسل المكان اللي احنا زرعناه بشامبو في مادة مطهرة عشان ما يحصلش أي التهابات أو يحصل تكوين قشرة، وإن شاء الله الأستاذ سيد يكون راضي بالنتيجة ونشوفه تاني. النهاردة بقى أستاذ سيد معانا وهو فك البلاستر، وزي ما أنتوا شايفين الشعر، جذور الشعر باينة. تقول لنا بقى يا أستاذ سيد إيه الأخبار وأخبار العملية إيه؟ والله الحمد لله العملية كانت زي الفل، والحمد لله نجحت تمام الحمد لله، وشعري طلع بقى عندي شعر تاني الحمد لله، وتشز يعني ده المطلوب. احنا عاوزين نقول انه ده بقى له كام يوم، يومين ثلاثة مثلا؟ كده بالظبط 4 ايام. راضي عن الموضوع؟ جدا، انا مبسوط، انا بجد كل 10 دقايق ببص في المرايه عشان عندي شعر. عرضنا الفيديو مش مصدق. انا مش مصدق. بعد 6 شهور هتعمل ايه بقى يا استاذ سيد؟ يعني بعد 6 شهور هتعمل ايه بعد الشعر يطلع قدام المرايه نص ساعة واقعد اسبسب شعري؟ ده احنا كده بقى هنضيع وقت طويل قوي قدام المرايه. يلا بينا نرجع شباب. وده كان جزء من حلقات سابقه، احنا لسه لينا مرحله اخيره، صح ولا غلط؟ اكيد طبعا هيكون استاذ سيد معانا فيها، وهنشوف بقى النتيجه النهائيه، لان هو بقى له 5 6 شهور كده تقريبا. تقريبا ده ماشي الشهر السادس كده بعد عمليه الزراعه، احنا عملناها في شهر 10. الصوره اللي بتتعرض دي قريبه؟ دي بقى لها شهرين. بقى لها شهرين. ده زمانه دلوقتي القصه طلعت بقى. ان شاء الله هنجيبه معانا في حلقه جايه، هنجيبه معانا بنفسه عشان نشوفه بنفسينا يعني. طب ده حلو جدا يعني، وبعدين الموضوع بسرعه ما بياخدش وقت. لا خالص خالص خالص، هو على فكره ما بيحسش اصلا بالوقت ده، هو بس بيبقى عنده يعني ترقب وانتظار لغايه ما يشوف الشعر بدا يطلع يعني. فهو بيقول لك انا كل شويه بشوف ببص في المرايه. طبيعي ده، طبيعي يعني، هو حاسس ان هو عامل حاجه كويسه، هو عاوز يتبسط بيها فعاوزها تيجي بسرعه يعني. عمليه زراعه الشعر بتصلح لمين؟ يعني مثلا اللي عنده صلع
ينفع يعمل زرع شعر؟ اه طبعا، هي اصلا معموله عشان عمليات الصلعه يعني. هي ما دام عندك منطقه منحه كويسه مفيش اي مشكله نعمل عمليه زراعه شعر حتى لو في صلع يعني. ما هو احنا عاملينها عشان نغطي منطقه فاضيه ما فيهاش شعر. يعني هي اصلا اتعملت للناس اللي عندها صلع. اه بالظبط. بشرط انك يبقى عندك الحته اللي ورا دي فيها شعر. فيها شعر. المنطقه يعني المنحة. بشكل بسيط جدا. اه على حسب، احنا بقى بنقيمها يعني، احنا بنقيم المنطقه المنحه على حسب كل حاله يعني. السيدات يا دكتور هشام، في ستات كتير قوي نفسها تعمل زراعه الشعر دي، خاصه اللي جبنهم عريض او عندهم الحتت دي بدات تنحف. عايز اقول لك ان احنا في عيادات جولد بنعمل عمليات زراعه شعر للبنات والسيدات كتير جدا، بس هو المشكله ان محدش بيرضى يتصور، عشان كده احنا ما بنقدرش نجيب صور فعلا للموضوع ده. فاحنا بنعمل عمليات، معظم السيدات بيبقى عندهم مشكله ان الجبهه عريضه من ربط الشعر، من ان هي بتلبس حجاب، فبيحصل ان خط الشعر نفسه بيرجع لورا. ده احنا بنعملها عمليه زراعه للمنطقه الاماميه من الشعر، بنصغر حجم الجبهه بتبقى شكلها كويس جدا. برضه بنعمل زراعه للحواجب، بتبقى برضه العمليه ناجحه جدا وكويسه جدا، بتجيب نتائج هايله. الصلع الوراثي برضه عند البنات نفس القصه، بنعمل له عمليه زراعه وبتدي نتائج كويسه جدا. في سن معين او اشخاص معينه هم اكتر الناس مناسبين لعمليه زراعه الشعر؟ احنا دايما بنفضل ان احنا نستنى لغايه ما يحصل ثبات للصلع. يعني بشوف شكل فروه الراس ثابت، ما عادش بيزيد في موضوع الصلع، عشان لما اعمل عمليه زراعه ما يحصلش ان المنطقه اللي قدامنا اللي احنا زرعناها تبقى كويسه ويحصل ان الشعر يرجع لورا تاني او ان يحصل صلع تاني. فاحنا دايما بنستنى لما يحصل ثبات للموضوع الصلع يعني. في محاذير معينه او في حاجات معينه بتقولها للشخص لما يجي يعمل زراعه الشعر، تقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، انت مسموح لك تعمل كذا مش مسموح لك تعمل كذا؟ لا خالص، هي الموضوع بسيط جدا ولا مفيش محاذير ولا اي حاجه، بس احنا بنقول له اول اسبوعين لها نعرق جامد يعني، ما نروحش جيم ولا نبذل مجهود جامد ولا نتعرض للشمس المباشره فتره طويله. بعد كده نزول الميه المالحه بعد لمده شهرين ممنوع. غير كده عيش حياتك بشكل طبيعي جدا، مش عاوزين بس نلبس حاجه ضيقه على مش عاوزين نلبس حاجه ضيقه، البس كاب وكل حاجه بس يكون واسع، ما فيهوش اي مشكله خالص. لكن غير كده لا، مفيش اي محاذير ولا اي حاجه خالص خالص. بيتعامل بيه عادي، بيغسل شعره عادي، بيسشوره عادي؟ لا في الفتره الاولانيه طبعا ما بيبقاش فيه سشوار، بس لغايه ما يطلع، بعد ما يطلع بقى خلاص. بالظبط، بيسشوره عادي، يغسله عادي جدا، عادي جدا جدا، مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي محاذير، الا ان احنا ما نستخدمش كريمات الفرد والحاجات دي اللي هي القصه على الشمال يعيش حياته بشكل يخطب بقى ويشتغل. عايز اقول لك ان في ناس بتبقى مأجله لفتره الخطوبه، مأجله الخطوبه عشان موضوع زرع الشعر ده. ده في ناس هتأجل جوازها عشان موضوع زراعة الشعر بعد الكلام اللي انت قلته. انا والله في حالات فعلا بتبقى جايه مأجله فرح ومأجله حاجات زي كده كتير، عشان لما يشوفوا النتيجه بتاعت زراعة الشعر. يعني هو انت ممكن قبل يعني تزرع شعر قبل ما تحدد ميعاد الخطوبه، بنقول ست شهور يعني، ست شهور مثلا يعني، لو ناوي تتأهل وتتجوز وكل ما يبقى اكتر من كده يكون افضل طبعا يعني. اكيد طبعا يعني، خاصه انه هي النتيجه بتبان على طول، بس هو عشان يحصل على النتيجه النهائيه بالزبط. يعني هي مع الوقت، انا شايفه الصور حتى لو نعرضها معانا مره اخيره، النتيجه باينه. انا عاوزه الثلاث حالات النتيجه باينه اهو، ادي حاله مفيش خالص بقى في شعر، بقى في شعر، اللي بقى في شعر لا شعر حلو مش اصلع خالص، وادي حاله كمان اهي شايفين النتيجة ولسه الشعر طالع كويس جدا طبعًا وقوي ولسه دكتور هشام بيقول كمان هيتحسن عن كده كمان مع الوقت. وادي هو بعد حاجة تانية خالص، ده يعني اختلف تماما 180 درجة، فده المفروض ليه مرحلة تانية كمان. بالظبط، عشان انتوا زرعت اللي قدام ولسه المنطقة الخلفية، عشان المنطقة الخلفية. فتلات حالات يعني يشكروا طبعا ان هم صوروا وبعتوا الصور. احنا بنعمل حالات كتيرة جدا. انا عارفة ان انتوا بس المشكلة فعلا رقم قياسي، ان الناس اللي يعني بيقبلوا التصوير قليلين جدا. اكيد اكيد طبعا، بنحترم خصوصية الناس كلها. انا بشكرك يا دكتور هشام على وجودك معايا النهارده، ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان استشاري تجميل الوجه والانف في عيادات جولد. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقره تانية بعد الفاصل، استنونا.
احنا كسيدات او سيدات عامه على مستوى العالم، مهما اختلفت اجناسهم، مهما اختلفت ثقافتهم، مهما اختلفت اعمارهم، مهما اختلفت الوانهم، اشكالهم، تفكيرهم، طريقتهم، كل حاجه، مهما اختلفوا في كل حاجه، هتلاقيهم بيتفقوا في حاجه واحده، هو ان هي ان هم يعني كل واحده عاوزه تشوف نفسها حلو، عايزه تبص في المرايه تبقى مبسوطه من شكلها. مفيش واحده في الدنيا مش عاوزه تبقى حلوه، ده حاجه امر فطري، يعني شيء طبيعي الست بتتخلق بيه. فمهما اختلفنا فاحنا بنتفق انه احنا عاوزين نبقى حلوين. اي واحده بتتضايق جدا جدا لما تبص في المرايه تلاقي في وشها حاجه مش مظبوطه او في جسمها حاجه مش مظبوطه، بس الوش تحديدا بيفرق قوي لان هو المرايه. يعني موضوع الجسم ممكن تلبس واسع لو تخنت شويه، تلبس مش يعني ممكن تتحايل على الموضوع، لكن الوش ظاهر وباين للناس كلها. ودايما اي حاجه بتحصل لنا بتبان على طول على وشنا، يعني شويه زعل يبان على وشنا، شويه مجهود يبان على وشنا، شويه لخبطه في اي حاجه في الجسم داخليه بتبان على وشنا. فلابد ان احنا نهتم وندي اهتمام كبير جدا وعنايه خاصه جدا لجلد الوش، للوش ده، لان هو اللي بيعيش معانا. وبعدين احنا عايزين نكبر من غير ما يبان علينا سن، فلابد ان احنا نهتم. من الحاجات اللي الستات كتير جدا بقت واعيه ليها وبقت فاهماها كويس قوي، ايه الحاجات اللي تستعين بيها علشان تفضل شباب على طول. من الحاجات دي اللي المهم جدا ان احنا نستعين بيها هو كريم ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه النهارده في فقرتنا دي مع ضيفتنا العزيزه دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. اهلا يا دكتوره دينا. اهلا بك يا يمنى. يعني على مستوى العالم كله مهما اختلفنا فبتفضل الفكره انه انا اي سيده عايزه تبقى حلوه دي فكره ثابته ما بتتغيرش. صح ولا غلط؟ ده اكيد. يعني الجمال مش مقتصر على طول بقول على فئه معينه او على سيدات فقط، سيدات عايزه تبقى جميله والبنات عايزين يبقوا حلوين. كل فئات المجتمع من السيدات وحتى الرجال دلوقتي على فكره ما بقاش ثقافه الجمال مقتصره على السيدات بس. حتى الرجال دلوقتي زي ما بيبقوا عايزين يظبطوا شكل جسمهم بيبقوا عايزين يظبطوا شكل وشهم وشعرهم. الحقيقه كريم ماسي دورو جولد عمل طفره كبيره وحقق حلم ستات كتيره جدا. ازاي كريم ماسي دورو جولد قدر ينجح النجاح ده؟ ازاي كريم ماسي دورو جولد قدر يعمل الطفرة الكبيرة دي؟ ازاي ماسي دورو جولد بقى من اقوى مستحضرات التجميل في العالم؟ على طول بنقول شعار ماسي دورو جولد انك انتي مع استمرار استخدام ماسي دورو جولد شكل السيدة بيصغر 10 سنين. ازاي ده الشعار بتاعك؟ ده شعارنا طبعا. ازاي شكلها بيصغر 10 سنين؟ لان ماسي دورو جولد الكريم عبوة واحدة بيعالج كل علامات التقدم في السن. ماسي دورو جولد الاقوى في علاج التجاعيد من غير حقن فيلر وبوتوكس، الاقوى للتفتيح، علاج الهالات السوداء، علاج النمش، البقع، الكلف، اثار حب الشباب، اي تصبغات موجوده في البشره. ماسي دورو جولد الاقوى لشد الجلد من غير اي خيوط او عمليات جراحيه. ماسي دورو جولد بيدي رطوبه عاليه قوي للبشره، انت وانس انك احتفظتي بالميه تحت الجلد هتقعدي كتير جدا وشك ما بيعانيش من شيخوخه. ماسي دورو جولد الكريم الوحيد اللي يقدر يديكي نتيجه من اول دهنه. ازاي؟ الذهب اللي فيه بقى، يعني لو هتكلم على مميزات ماسي دورو جولد في المقام الاول انه ال 120 ملي كلهم بيحتوي على جولد بارتكلز. الذهب بيقدر ينشط الدوره الدمويه من اول دهنه. مش ممكن هتلاقي كريم في العالم بيديكي نتيجه النضاره من اول دهنه، فقط هو كريم ماسي دورو جولد. لو هتكلم على مميزات الذهب غير تنشيط الدوره الدمويه، اوريدي الدهب بيشتغل از انتي رينكل يعني بيعالج التجاعيد، الدهب بيحفز لك على انتاج كولاجين من طبقات الجلد السفليه. الدهب كله مضادات اكسده. الدهب بيقدر يشتغل على صبغه الميلانين فبيقدر يقلل افراز الميلانين ويوحد لكلون البشره ويفتح البشره. في المقام الثاني بحب اتكلم عنه على طول يا يمنى الكافيار. بس هو تعرف ككريم الدهب. طبعا يمكن كتير حتى لما بنزل في اي حته عشان كمان دوره الكريم ده دوره يعني اعتقد ده بالايطالي وجولد ده بالانجلش. ماسي دورو جولد اوريدي منتج ايطالي في زرت الباكج وانا زرت المصنع بنفسي، حاجه في منتهى الروعه والتقنيه عاليه جدا. طبعا كريم ماسي دورو جولد متصنع كمان يا يمنى بطريقه النانو تكنولوجي.
ونانو تكنولوجي دي يعني كلنا عارفين دلوقتي او معظم الناس عارفه دلوقتي ان هي احدث تقنيه معتمده حاليا في العالم كله لصناعه المستحضرات التجميل. طبعا يعني ايه بقى تقنيه نانو؟ تقنية النانو ان 56 مكون اللي موجودين داخل عبوة ماس هيدروجول صغيرة جدا فيري مايكرو، فتقدر تخترق ثلاث طبقات الجلد. معنى كده ان ماس هيدروجول فيري ويل ابزوربد او سريع الامتصاص. انا احب جدا استخدم كريم سريع الامتصاص عشان ما يسيبش وشي فيه عليه اي زيوت او اي دهون. ماسي هيدروجولد مش بس كمان في ذهب وكافيار، انت عندك الماده المائيه موجوده في ماسي هيدروجولد اللي هي ماده الهيالورونيك اسيد، عندك الكولاجين موجود جوه ماسي هيدروجولد، عندك السان بلوك موجود جوه ماسي هيدروجولد. يعني المواد اللي في البوتوكس والفيلر اللي بتتحقن اوريدي هي موجوده فيه بالظبط. بس هو ماسي هيدروجولد لا يحتوي على بوتوكس صريح. يعني هو بيحتوي على ماده اسمها اسيتيل هيكسابيبتايد، المود اوف اكشن بتاعه زيه زي البوتوكس. أوكي. بيعمل ماسل ريلاكس بديل يعني للبوتوكس. بديل للبوتوكس بالظبط. فتخيلي انت يوميا بتغذي بشرتك ب 56 مكون وبتستخدميه سهل جدا، يا اما مرتين صبح وبالليل يا اما مره واحده اكيد هفضل بالليل. فانت مع عبوه ماسي هيدروجولد مش هتخافي من الزمن، بقول لكل ست هتبقي زي القمر. هيبقى عندك ثقه بنفسك، هيبقى عندك كاريزما وطله حلوه، كلنا عايزين ده. يعني مش بتكلم ان لازم تبقى اي بنت صارخه الجمال في العينين خالص. بالظبط خالص بالظبط، يكفي ان وشها يبقى رايق وصافي وسمح. الناس تبص في وشها يبقى في جاذبيه في وشها. بالظبط. الجاذبيه دي ملهاش دعوه بالجمال خالص، ياما حلوين ومعسخين من الاخر يعني، وياما ملامحهم بسيطه جدا ولطيفه جدا وطبيعيه جدا، يعني ما فيهاش اي حاجه. بالظبط. واضحه يعني، وتبص تحب تبص في وشهم من جمال وصفاء بشرتهم تبقى رايقه، وشهم منور. احنا عاوزين الستات كلها تبقى بشرتها رايقه ووشها منور وفيها جاذبيه وكاريزما حلوه. ده كل المعادله دي بفعلا بتقدري تحصلي عليها فقط من كريم ماسي هيدروجولد بالسكس اكشنز بتوعه، بطريقه تصنيعه، بان هو متصنع في ايطاليا. فماسي هيدروجولد كمان يا يمنى كتير يقول لي ايه دكتوره دينا احنا ما فيش عبوات صغيره. العبوات الصغيره مش هتدي نتيجه اللي احنا بنتكلم في مشاكل كبيره قوي في البشره لازم تتعالج. ماسي هيدروجولد 120 ملي علبه كبيره يمنى بتكفي 6 شهور على الاقل استخدام. وكمان عاملين عليه عرض انتوا اليومين دول. ايوه سمعت كده كتير يعني. شركه ماسي عامله عرض حلو قوي، عامله خصم 30% من سعر ماسي هيدروجولد الاساسي. طبعا الخصم على كميه محدوده جدا، فاتمنى كل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا يقدروا يتكلموا فقط من خلال الارقام اللي ظهر على الشاشه. منتج ماسي هيدروجولد بيوصل لحد باب البيت. لحد باب البيت. بس العرض على كمية محدودة، لازم انوه كل شوية اقول العرض. مش ملوش فترة معينة يعني، انا اقصد لما الكمية حتى العرض تخلص الكمية. حتى خلص شكرا بالزبط. للعرض. بالزبط. طب حلو 30% ده حلو. لا ده عايز اقولك لا دروب جامد في السعر. طبعا. وعايز اقولك انا يعني كتير عملاء من السيدات كمان دكتوره دينا هموت واشتريه. عايزه اجربه، نفسي اجربه. اعتقد كل الساده المشاهدين والسيدات اللي كان نفسها تجربه اتكلموا على الارقام اللي ظهر على الشاشه، هتلاقوا ان دلوقتي السعر في متناول ناس كتير يعني. يعني يبقى احسن من الاول كمان. طب هتقولنا كده طريقه الاستخدام، نشوف البنت وهي بتستخدم كريم ماسي وايه اللي ظهر على وشها وهي بتستخدم ماسي، وتقولي لنا بقى يا دكتوره دينا ازاي بتكون طريقه الاستخدام. طريقه استخدام ماسي هو كريم سهل جدا. بنضغط، هو اوتوميز، بنضغط 4 ضغطات على كف ايدينا، بنبتدي نلقط على وشنا نقط خفيفه عند الخدود، تحت العين، الجبهه، الدقن، الرقبه، وبتعملي فيري جنتل مساج من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. اول ما هنستخدم ماسي هنحس بشويه سخونيه نتيجه تنشيط الدوره الدمويه. طبعا احنا شايفين مرة. طبعا النتيجه تحفه تحفه. يعني تخيلوا ان ده هي البنت هنا مش حاطه ولا لقطه ميك اب، اول ما حطت ماسي وشها اختلف 180 درجه. كلنا شايفين الجولد بارتكلز، اللي يشوفها يقول حاطه ميك اب بقى، هي حاطه روش طبعا، هنا حاطه ماسكارا طبعا. في الصوره دي الصوره اللي قبليها كانت غاسله وشها خالص. هي دي بقول لك عليها. انا بحب بقى الشكل ده اكتر من الميك اب كمان. انا كمان والله. يعني لولا الملامه الواحد ما كانش حاطه ميك اب خالص. بالظبط يعني. بالظبط. هو ماسي هيدروجولد بمناسبه الميك اب، هو ماسي هيدروجولد لا يتعرض مع الميك اب اطلاقا. ممكن نستخدم ضغطه واحده قبل ما نحط الميك اب، نعمل بيز، بنعمل وقايه من اختراق الميك اب للبشره. لكن فعلا بقول مع تكرار استخدام ماسي هيدروجولد لوحدك مش هتلاقي نفسك بتحطي ميك اب. اي سيده زهقت من الميك اب اللي هو تقول لك انا باخد وقت طويل قوي في ان انا اداري مشاكل وعيوب في البشره، وكمان ما بقاش يا يمنى دلوقتي الدايره
للاسف والله. بس هم هيعملوا ايه يعني؟ هم ما كانش عندهم بديل. صح، ما كانش في بديل فعلا. والميك اب مش علاج يا جماعه، الميك اب حاجه مؤقته، انت هتروحي هتغسلي. والواحد هيقعد في البيت بميك اب كمان؟ ده في بنات عشان بتعامل كتير مع العملاء بنفسي، السيدات تقول لي انا بحط ميك اب جوه البيت، ولها الواحد مش قادر يستحمله بره البيت، هحطه كمان اقعد بيه جوه البيت. يعني الواحد فعلا بيخلص تصوير بجري بيروح شايل كل ده، فتحس ان وشك بقى بيتنفس خلاص، بتفوقي لما بتشيل الميك اب. لا فعلا بيكتم الميك اب، بيكتم الوش. بس في ناس معذوره عشان ما حدش يزعل مني، فعلا في ناس عندها مشاكل ما تقدرش ان هي تخرج من غير ميك اب. طبعا طبعا. بس هو الحل، هو الحل مش الحل ان احنا بقى نقعد نداري، لا الحل ان احنا نعالج بقى من الجذور خالص، ومن سن صغير، ومن سن صغير ومن سن كبير. وفريدي هي اصل هو ماسي ما طلعش غير من كام سنه، فاللي عندهم سنهم كبير هيعملوا ايه؟ بس انا بقى بنصح البنات الصغيره في السن حتى ما عندهاش مشاكل في بشرتها تستخدم ماسي دروجولد كوقايه. اولا ماسي دروجولد كله مضادات اكسده، فبيعمل بيمنع شيخوخه البشره وبيأخر كتير علامات التقدم في السن. فنستخدم ماسي دروجولد امتى؟ لو من سن صغير كوقايه، السن الكبير شويه اكيد علاج ممتاز لكل علامات التقدم في السن. طيب احنا نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. ماسي دروجولد، خبراء العنايه بالبشره، قبل التحدي وقررنا نخوض تجربة صعبة جداً لاختيار نماذج وشخصيات من الناس، وكمان صعبة في توقيتها لأنها ببساطة بترصد تأثير الكريم على البشرة على مدار سنة كاملة. فريق عمل ماسي عمل التقرير ده في 12 شهر. حاجة صعبة مش كده؟ أنا عندي مشاكل كتير قوي بشرتي، وجربت حلول كتيرة وما نفعتش لحد ما شفت إعلان ماسي دروجولد، فقررت ان انا استعمله وباذن الله هيجيب نتيجه كويسه. عندي مشاكل كتير في بشرتي، استخدمت علاج كتير ما جابش معايا اي نتيجه، صاحبتي نصحوني استخدم ماسي دروجولد وان شاء الله هستخدمه واوريكم النتيجه. انا عندي مشاكل كتير في بشرتي، فاصحابي نصحوني ان استخدم كريم ماسي دروجولد وان شاء الله هستخدمه هيجيب معايا نتيجه جيده. كان هدف التجربه اظهار تاثير الكريم مش بس على موديل جميله، لا كمان الهدف الأكبر إنه يظهر تأثيره على نماذج عادية بتحلم بالشباب الدائم والرضا عن مظهرها وشكلها. بعد استخدامي للكريم لمدة 6 شهور حسيت بتحسن رهيب، وإن شاء الله هستمر عليه لغاية ما أرجع بعمري 10 سنين ورا. ونصيحة لكل السيدات يستخدموه. الحمد لله بعد استخدامي للكريم ب6 شهور حسيت بتحسن أكتر، وإن شاء الله بعد ما خلص الكورس هرجع بشكل 10 سنين فادوا واكتر. انا استخدمت كريم لمده 6 شهور والحمد لله جايب نتيجه كويسه جدا معايا وهايله، وبنصح كل ست تجربه وهتحس اكيد بالفرق جامد، ولسه هكمل الكورس. الفرق واضح جدا بعد استخدام ماسي دروجولد، واكيد زي ما هو معروف ممكن استخدامه على الوجه والرقبه، وكمان ممكن نستخدمه على اي جزء من الجسم محتاجين انه يظهر بالشكل اللي بنحلم بيه. بعد استخدام ماسي دروجولد على وشي هي دي النتيجة، وأنا راضي عليها جداً، بس اكتشفت إن في فرق كبير بين إيدي ووشي، فعشان كده إن شاء الله هستخدمها على إيدي. نماذج مختلفة اختارت ماسي دروجولد، وأكيد جدور عليك علشان تقرر استخدام ماسي دروجولد. بعد استخدام الماسي دي النتيجة اللي أنا وصلت لها وأنا راضي عنها جداً، وبنصح كل الناس يستخدموه. بعد استخدام الماسي دروجولد لمدة سنة حسيت بنتيجة مبهرة، وبنصح كل الناس باستخدام ماسي دروجولد. بعد استخدام الماسي دروجولد هي دي النتيجة، أنا راضي عليها قوي وبنصح كل السيدات باستخدامه. ماسي دروجولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دروجولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دروجولد 10 سنوات أصغر. اي حد هيشوف التقرير بيقول هيقول حلو وجميل جدا، بس النتيجه
النتيجة مهمة، يعني رينج النتيجة يعني هيبان في وقت قد إيه؟ إيه بالنسبة لإيه؟ يعني لو بالنسبة للنضارة يومنا بتشوفي نتيجة على طول، بالنسبة أحيانا الفيس ليفتنج أو شد الجلد بتشوفي نتيجة على طول، لكن بتكلم لو تجاعيد، علامات تقدم في السن، هالات سودة، نمش، بقع، أثار حب شباب، بتشوفي نتيجة أول شهر. كل شهر بتلاحظي النتيجة أكتر من الشهر اللي قبليه، بس كل بني آدم استجابة بشرته غير التانية، فعلى طول بحب ادي رينج من شهر لثلاث اربع شهور على حسب استجابة كل بشرة والتانية، بلس على حسب كل واحد مشكلته وصلت لإيه. يعني عندي عميلة عندها نمش، كان النمش عندها لسه فاتح لسه بادي، لحقته على طول بماسي ومن اول شهر اختفى تماما. عندي عميلة تانية كان النمش بقاله كتير وظاهر وواضح صبغة الميلانين زيادة، بعد اربع شهور اختفى. فبتحب تدي بتفرق من شخص للتاني فعلا، وبتفرق من طبيعه جلد لجلد تاني. ماسي كمان منتج مرخص عشان الناس اللي بتقول انا عاوزه اضمن كمان الحاجه اللي انا باخدها، محتاجه ان انا ضمانات. طبعا. فتقول لنا بقى الضمانات بتاعتهم ايه؟ طبعا كريم ماسي دورو جولد مرخص من ثلاث جهات مختلفه. اول حاجه وزاره الصحه المصريه، كمان مرخص من دول الاتحاد الاوروبي، وكمان مرخص من الامارات حكومه دبي. مرخص من ثلاث جهات، ووزاره الصحه المصريه اخذت عبوات عشوائيه من كريم ماسي، حللتها لقيتها فعلا مطابقه للمواصفات. لقيت ان ماسي درو جولد فعلا بيحتوي على 56 عنصر، وبيحتوي على ذهب وكافيار وكولاجين وفيلر و56 مكون، بلس ان هو فعلا بيعمل 6 اكشنز المكتوبين على العلبه يعني. اذا الضمان هو مش ترخيص واحد، ده ثلاث تراخيص من اماكن مختلفه. كمان الفروع ليه؟ فروع كتير في اماكن كتير فعلا. طبعا شركه ماسي هي شركه عالميه، شركتنا الرئيسيه متواجده في ايطاليا، شركه ماسي فارم ايطالي. شركتنا في مصر او فرعنا في مصر ماسي فارم ايجيبت، مقرها القاهره مصر، طبعا ارقامها ظاهره على الشاشه. شركتنا في دبي ماسي فارم جلف المستحضرات التجميل، قريب هنفتح في امريكا ماسي فارم امريكا مقرها فيلادلفيا. يعني مغطين معظم القارات ايوه، وكمان في مصر مغطين معظم يعني معظم ايه ده محافظات مصر، يعني اعتقد كل محافظات مصر على فكره ما فيش محافظه احنا مش وصلنا لها. عندك خط الصعيد كله يا يمنى، من سوهاج الاقصر واسوان وقنا كل حتة، عندنا الغردقة، عندنا شرم الشيخ، بكلمك على المحافظات البعيدة. عندنا بقى المحافظات القريبة لو المنوفية والمنصورة وكفر الشيخ كل حتة. طبعا محافظة القاهرة كل مدنها، كل مدنها يعني في محافظة القاهرة. الحلو ان شركة ماسي فارم موفرة مناديب في جميع انحاء المحافظة. الاوردر بيوصل في خلال نفس اليوم او ماكسيمم 24 ساعة. طبعا الكول سنتر متواجد، الارقام اللي ظهر على الشاشة، لخدمة كل السادة المشاهدين لجميع استفساراتهم. ولو عايزين تعرفوا عروضنا لماسي درو جولد برضو بتقدروا تتكلموا عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشة، العرض خصم 30%. كمان في عندنا ماسي هير، ايوه، وهو منتج للشعر برضو من انتاج شركة ميسي فارم. حاجة عظيمة جدا ان انتوا عملتوا حاجة للشعر. طبعا كان هيقع، كان لا بس الحمد لله بس لحقتوا يا يومنا لحقتوا. طبعا احنا عاملين شركة ماسي عاملة كريم او سبراي اسمه ماسي هير. ده من اقوى السبرايز الموجودة، من اقوى منتجات لعلاج كل مشاكل الشعر. ما اعتقدش ان في ست او راجل يخلو من مشكلة ما في شعرهم. ماسي هير السكس اكشنز او اهم فايدة برضو مكتوبة على العلبة في المقام الاول، نفسنا كلنا نسرح شعرنا ما نلاقيهوش بيقع. فماسي هير اول حاجة بيعملها من اهم الحاجات ان هو بيعمل ستوب هير لوس، بيوقف تساقط الشعر مبدئيا كده، وبتشوفي نتيجه عدم التساقط من اول اسبوع من الاستخدام. طبعا احنا بنستخدمه يوميا، ما فيش حاجه اسمها نستخدمه مره في الاسبوع. لا هو ولا هو ولا ماسي درو جولد ولا ماسي درو جولد، لان في هو ده يومين وده يومين. في عملاء بالنسبه لماسي درو جولد بتقولي يا دكتوره دينا انت بتقولي لي كذا 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 في التلفزيون وانا مش شايفه نتيجه. قلت لها طب انت بتستخدميه ازاي؟ بتقولي بستخدمه مره كل اسبوعين. قلت لها نعم اسبوعين؟ وحياه لا بجد. قلت لها طب هديكي نتيجه ازاي؟ يعني مره كل اسبوعين ازاي؟ فانا بقول للساده المشاهدين وكل الساده العملاء بتوعنا يستخدم يوميا. ما عنديش مشكله لو مره اتنسى، مش قضيه يعني، لكن لازم التكرار. اولا كورس علاجي يا جماعه، كورس علاجي يا جماعه، مش اللي هو حاجه بنهزر خالص. لا
خالص، ده لازم يستخدم يوميا، لان ماسي بالنسبه لماسي دور جولد طبعا البشره بتمتص منه 5% يوميا. فعشان تشوفوا النتيجه اللي انا بتكلم عنها دونت ميس يوز ات، يعني استخدمه بالطريقه الصح. طيب بالنسبه لماسي هير، اول حاجه الماده اللي موجوده المسؤوله عن عدم تساقط الشعر اسمها السوبالميتو. عندنا الجينسينج، الجينسينج انت عارفاه يمنى بينشط لك الدوره الدمويه جدا، فاوريدي بينشط البصيله قوي. انت هو سبراي بتحط في الروتس، في الجذور، في الجذور فروه الراس بالظبط. عندك مستخلص الصبار الالوفيرا اكستراكت، عندك ماده الكافيين دي الماده المسؤوله عن تطويل الشعر. تطويل الشعر يعني كمان بيطول الشعر، بيطول الشعر. يمكن عندنا بنات كتير او احنا عامه كان بيوصل شعرنا لحته معينه وما بيكملش وقت طول، بيقف عند الحته دي بقاله 15 سنه واقف يعني واقف كده عند حته معينه. والكوافير يقول لك طب قصي الاطراف، نرجع لقص الاطراف يرجع لنفس الطول ويرجع يقصف. اولا هو ماسي هير بيعالج التقصيف كويس جدا، بيحتفظ بيخلي المية بيحتفظ بالمية داخل الشعراية، بيخلي الشعراية فيرم قوية الإلاستيكي مرنة ومش بتتقطم. ماسي هير مهم قوي اقول انه بيعالج كل فراغات الشعر. اعتقد مننا ستات ورجالة في كتير بيعانوا من سبوتس فاضية، فنلحق نلحق بماسي هير قبل ما نلجا لزراعه شعر. طبعا الصلع التام بالنسبه للرجال اكيد بنصح بزراعه شعر، لان اوريدي بتبقى البصيله مش موجوده صح. لكن لو في فراغات البصيله موجوده بس تعبان عايزه تشتغل، فنقدر نلحقها بسبراي ماسي هير من اقوى المنتجات لعلاج الشعر. بلس ان ماسي هير ليه ميزه مهمه قوي مش موجوده في معظم منتجاتنا اللي موجوده في بالنسبه للشعر، ان هو وانز انك خلصتي الكورس الشعر ما بيرجعش يقع. بتشوفي ده كتير جدا، لان معظم منتجات الشعر الثانيه بتخلصه بتبقى لطيف والشعر بيتقل اسبوعين ثلاثه شهر تلاقي الشعر بيقع تاني ترجعي تشتري تاني تاني وبترجعي تشتري تاني. انت بتفرحي بشعرك شهر ولا شهرين بعد كده الموضوع بخلاص خلاص. ماسي لكن ماسي هير ده بيديكي نتيجه برولونجد يعني على طول صح. على طول صح. مع الحفاظ بقى على الـ على الـ على الشعرايه صح. قلتي لي انه لازم طريقه الاستخدام بتكون اربع بخات على الروتس على الروتس وما يتغسلش وطبعا تبقى فروه الراس ناشفه. سيدات كتير بتقول يا دكتوره دي طب انا عايزه احطه على شعري نفسه هل ينفع؟ طبعا ينفع، لان البيز بتاعه اقوى مش اويل، فما بيسيبش اي دهون على البشره او ما تخليش البشره تزيد. يعني البيز بتاعه ميه بالظبط مش زيت، فعايزه نستشعر شعرنا نعمل الفير نعمل اي حاجه ما فيش مشكله. الشعر ما بيبقاش مزيت اطلاقا. العبوه 200 مللي بتكفي استخدام 6 شهور. بالنسبه دايما كده حاجاتكم هتحسيها فخمه طبعا كتير عايزه اقول ان عدم تساقط الشعر بتلاحظيه من اول اسبوع. بالنسبه لمشاكل الشعر بتشوفي تحسن ملحوظ اول شهر. اول شهر يبدا البيبي هير ده الصغير ده يطلع طبعا امتى؟ من اول شهر بتشوفي ده. وكمان حلو في ماسي هير ان البصيله بتطلع شعرتين مش شعره، فبتلاقي شعرك بيتقل. عايزه اقول لك يمكن عميله معايا كان شعرها خفيف اخذت ماسي هير وكلمتني بعديها بشهرين بقول لها ايه الاخبار او 3 شهور، قالت لي يا دكتوره دينا انا اصحابي كلهم دلوقتي فاكريني مركبه اكستنشن تقل شعرها تقل. فبقول لهم يا جماعه انا مش مركبه اكستنشن، بتقول لي بيقعدوا يبصوا في شعري بذمتك انت مش مركبه اكستنشن؟ فطبعا كل الفيدباك ده بيبسطني شخصيا. وبصي حتى لو الواحد شعره حلو مفيش مانع ان هو كوقايه كوقايه هو صراحة. ماسي هير مش بس علاجي، هو ماسي هير علاجي وقائي. وريدي انت بتغذي البصيله فهي كلها فيتامينز وكلها حاجات مفيده للشعر، انت مش لازم يبقى شعرك بايظ عشان تستخدمي. لا لا ومش لازم تبقى بشرتك بايظه عشان تستخدمي ماسي دور جولد خالص طبعا. يعني هو الواحد هيستنى لما المشكله تحصل وبعدين صح. يبدا يدور لا 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 طب ما انا ايه المشكله وقاية خير من العلاج. ماسي هير عليه برضو خصم عليه 18% خصم من سعره الاساسي. طبعا ده من اقوى العروض اللي اتعملت في ماسي شركه ماسي عامه. وعايزه اقول لو احنا اشترينا او اخذنا ماسي دورجولد وماسي هير مع بعض بيبقى فيه خصومات اضافيه. كل الناس اللي عايزه تعرف خصوماتنا تقدر تتكلم من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه. قبل كده قلت لي انه الشعر الابيض بيتاخر مع ماسي هير طبعا، وناس كتير جدا بعتت لي رسائل بقى بيسالوا عن الموضوع مبسوطين من الموضوع. بس خلي بالك لما تلاقي بنت في العشرينات شعرها فيه متقطع ابيض كده
بتزعل قوي يعني، بتبقى مكسوفه جدا، تقول لك ايه ده انا عندي 20 سنه وانا عجزت، هو ما بقاش موضوع بالسن خالص، لا بيبقى موضوع وراثه او وات ايفر. هو اوريدي مسير الحلو اللي فيه انه بيأخر نمو الشعر الابيض، فحتى اللي يبقى فيه الجين ده وراثي بنستخدم مسير عشان كوقايه من ظهور الشعر الابيض، فدي حاجه مهمه جدا يعني. طيب اخيرا تفكري الناس بالعروض بتاعت شركه ماسي فارم اللي عاملاها على منتج ماسي دور الجولد الخاص بالبشره ومنتج ماسي هير الخاص بالشعر والمفاجاه الاكسترا. اوكي طبعا ماسي دور الجولد عليه خصم 30%، ده اقوى خصم اتعمل على ماسي دور الجولد. ماسي هير عليه خصم 18%، برضو خصم قوي جدا، فطبعا الخصم لفتره محدوده او حتى نفاذ الكميه. السربرايز الثانيه ان احنا لو خدنا الاثنين مع بعض بيبقى في خصم اضافي. طبعا انا مش هقول ايه الخصومات، تقدروا تتكلموا عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه. انا بشكرك على وجودك معايا دكتوره دينا، ضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو السعود. بنقابلكم يوميا الساعة 3 عصرا، والإعادة بتكون 10 مساء، وفي إعادة تانية بتكون الساعة 12 الظهر تاني يوم. وشوفوا حلقاتنا كلها على اليوتيوب، يا رب دايما نكون ضيوف خفاف على قلوب حضراتكم. أشوفكم دايما وانتم في أحسن صحة وفي أحسن حال. كنت معكم يومنا طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Duro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Duro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Duro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Maci Duro Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم غولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.